أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن، وأن أؤدي عملي بأمانة وإخلاص، وأن أحافظ على شرف المهنة، وأن أعمل جاهدا لرفع مستواها، وأن أحترم قوانينها وأنظمتها وتقاليدها. أدت دفعة جديدة من الجيولوجيين الأردنيين أطلقت عليها النقابة اسم دفعة الشهيد الطيار النقيب معاذ بالكساسبة. اليوم السبت في مجمع النقابات المهنية القسم القانوني للمنتسبين الجدد للنقابة. وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم سيف خلال رعايتها الحفل الذي حضره عدد من النواب والنقابيين أن أردننا في طليعة الدول العربية في استغلال الطاقة المتجددة، مضيفا أن الوزارة ستعمل على توفير الفرص للكفاءات الأردنية وتذليل العقبات والصعاب التي تواجه العاملين في هذا القطاع. يسعدني في هذا الصباح أن أكون بينكم وأنتم تخطون الخطوة الأولى في خدمة وطننا العزيز، ومن خلال انتقالكم من مقاعد الدراسة إلى مواقع العمل والإنتاج، وأن تكونوا عند حسن ظن القائد بكم جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، أبناء وطن مخلصين تصلون الليل بالنهار بحثا عن ثروات الوطن المدفونة لدفع عجلة النمو والاقتصاد. ولقد آن الأوان لكم أن تطبقوا ما تعلمتموه على أرض الواقع، ملتحقين بذلك بزملائكم الذين سبقوكم في خدمة وطننا وقائدنا. من جهتي قال نقيب الجيولوجيين صخر أنسور أن رفض النقابة بخريجين جدد يصل عددهم 250 خريجا في السنة يشكل تحديا كبيرا لها من حيث توفر فرص العمل والتدريب والدفاع عن المهنة ومنتسبيها، مشيرا أن دفعة هذا العام مختلفة كونها تحمل اسم الشهيد معاذ الكساسبة الذي رفع رؤوس الأردنيين جميعا بتحريقه نسرا في سماء الأردن ليحمي أرضه والتي نعيش عليها. يتجدد اللقاء بكم في كل عام في حفل قسم المنتسبين الجدد لتنضموا لمن سبقكم من الزملاء الذين التحقوا بالنقابة، والتي شارف العدد فيها أن يصل إلى 4000 زميل وزميلة، 60% من الزميلات، حيث ترفد الجامعات الأربعة آل البيت والهاشمية واليرموك والأردنية الوطن والنقابة بخريجين جدد بمعدل 250 خريج سنويا، وهذا يشكل تحديا كبيرا أمام النقابة من حيث توفير فرص التدريب والعمل، وبذلك نحن نساهم في حل مشكلة البطالة. وقال صافي الكساس بوالد الشهيد معاذ: إني آمنت بقضاء الله وقدره، ولكن ما يحزنني ويحز في النفس أن معاذ النسر المحلق قتل بطريقة بشعة لم يشهد مثلها التاريخ إلا عند قوم عاد، مضيفا أنهم أحرقوا لأنه نسر يدافع عن سماء الوطن والعروبة. آمنت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، آمنت بقضاء الله وقدره. معاذ ولد في 29 من الشهر الخامس لعام 1989، وأنا أعلم وأؤمن إيمانا قاطعا أن عمر معاذ هو 26 سنة وبقية الأشهر والأيام والدقائق، لكن ما يحز في النفس أن معاذ وهو النسر المحلق في سماء الأردن مدافعا عنه قد قتل بطريقة بشعة لم يشهد لها التاريخ في حياة الأمة في حياة الإنسانية، لم يشهد لها إلا مرة واحدة. وألقى الشاعر محمد الحجاي قصيدة شعرية أشاد بها بالشهيد الكساسبة بمواقف والده وعائلته الوطنية، مؤكدا أن معاذ استقبل الموت والنار وهو مرفوع الرأس ولم يخضع أو ينهار، مشيدا بدور الأردنيين الذين يحمون وطنهم ويدافعون عنه بكل بسالة. رحل معاذ وكلنا صغار وكبار، عزوة معاذ ونفتخر باختياره، يا ابو الشهيد احنا لك عيال وانصار، ارفع بنا الهمة على نيل ثاره. معاذ حي واحترق جمع الاشرار، وفي ساحة الامجاد اصبح منارة، شمعة شموخ بنورها اضوت ديار وحدد لنا درب الفدا في مساره. مثل الاسد استقبل الموت والنار، شامخ شموخ الاردني في جساره، عيون صقر وشفتها تطلب الثار وملعونه باللي ما يطالب بثاره.